النهارده النادي الاهلي بيقابل نصر حسين ضاي الجزائري الجوله الثالثه في اطار المجموعه الاولى، والمباراه لا تحمل القسمه على 2. النادي الاهلي يجب عليه الفوز في هذا اللقاء بامر الله عشان يكون عنده 6 نقاط، واللي هيكسب هذا اللقاء هيتاهل مباشره، اللي هيكون عنده 6 نقاط هيتاهل مباشره الى نصف النهائي بدون اي حسابات ثانيه، بدون اي نظر لاي، عشان اسهلها عليك، لان المتداول في الثلاث ايام اللي فاتت مين هيكسب مين وده عنده كام نقطه وده عنده كام نقطه، فانا بسهلها عليك. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده في حاله الفوز هيتاهل للدور الثاني مباشره. ولكن في البدايه هتكلم مع ضيوفي الكبار. البطوله في وقت الى حد كبير صعب على الفرق، خاصه الفرق المصريه، موسم لا ينتهي 335 يوم ولسه عندنا كاس مصر، وما بعد كاس مصر دوري ابطال افريقيا، ففيها صعوبه. استاذ احمد يعني احمد فاروق، لان انا عندي معايا احمدين النهارده ما شاء الله، فالدنيا صعبه على الجهاز الفني، وعشان كده قرر اشراك اللعيبه اللي هم قليل المشاركه. احنا ما بنقولش النادي الاهلي عنده بدل. والله هي يعني فعلا توقيت صعب جدا، لكن اعتقد ان لها فوائد كويسه جدا. الجهاز الفني وكمان الجماهير والميديا شافوا عدد من اللاعبين فرصه كويسه، يعني مثلا لاعب زي وليد ازارو اعتقد انها فرصه كويسه جدا، الناس شافته وشافت رجله في الملعب وخدوا انطباع عنه حتى لو ما سجلش اهداف. عدد من اللاعبين اللي هم كانوا قاعدين احتياطي مثلا زي باسم علي، زي حسين السيد، زي اكرم، يعني عدد كبير من اللاعبين، فانا اعتقد ان رغم الوقت صعب لكن الاهلي خرج منها بفوائد كويسه جدا. بس انا قبل ما اخش في فوائد النادي الاهلي عايز اسالك، يعني موسم بهذا الشكل وموسم لا ينتهي، حتى الجهاز الفني لمنتخب المحليين كابتن حماد الصدقي طلب التأجيل المباراة الودية بسبب ان الدنيا في لعيبة من الأندية الثانية لسه في بداية فترة الإعداد، لسه مش مستعدين، ولسه هو مش عارف انا هجيب مين عشان ألعب، يعني مش عارف هيجيب مين من اللعيبة، وفي أزمات إدارية. اتحاد الكرة عليه ان هو الفترة الجاية ان هو يكون أكثر التزاما، ويكون الجدول في الموسم المقبل يكون أكثر انضباطا عشان يريح الدنيا كلها. هو يعني في اخطاء كارثيه ارتكبت في الموسم اللي فات، منها على سبيل المثال فتره كاس الامم الافريقيه بطوله الدوري توقفت شهرين. منتخب مصر اللي بيلعب في كاس الامم الافريقيه نصه تقريبا كان من عناصر محترفه في الخارج في اوروبا او في الخليج، والنص الثاني معظمه من الاهلي والزمالك، ما كانش في اي منطق او مبرر ان انا اجل مباراه الدوري كلها يعني. طيب ده كواليس فريق النادي الاهلي، و يعني مناسك صلاه الجمعه، الفريق كله طبعا ادى صلاه الجمعه وفي ترابط، وده بيبقى فيه نوع من الروحانيات بتفرق كتير جدا مع نفسيه اللاعب المصري، ان هو يكون في صلاه زي صلاه الجمعه، في خاصه وانت بتلعب في بلدك، لما بيبقى هناك بيضطر بقى ان يجيبوا امام ويعمل خطبه ويعملوا يعني صلاه جمعه الى حد ما مش هقول مصغره، ولكن في نفس الجو بنفس الطريقه عشان تفرق. ودي يعني شايفين برضو اللعيبه كلها بالجهاز الفني منتشرين، هماش حتى واخدين جنب، لا ده ما بينهم ما بين الناس عادي جدا، ما فيش اي حاجه، الدنيا سهله، اللي بيركز مع نفسه، اللي بيدعي، اللي بيقرا قران، لان دي من الحاجات اللي جانب النفسي من اهم العوامل، ده العامل رقم 4 في كرة القدم. احنا بنتكلم الاول الجانب التكتيكي، الجانب التكنيكي، والجانب البدني، والجانب النفسي ده العامل رقم 4 من اهم عوادي. كابتن حسام البدري رجع مرة تانية بسلامة الله من الاجازة اللي كان بياخدها، وهيقود النهاردة لقاء اليوم. ارجع لك تاني احمد فاروق، الوضع بالنسبة للفرق في حتة الجاهزية كان صعب جدا، ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي بالصفقات بالتدعيمات اللي جت من بدايه الموسم الماضي، مش هنتكلم على هذا الموسم، احنا زي ما انت قلت شفنا عمرو بركات، شفنا حسين السيد، شفنا لعيبه كتير جدا قليل المشاركه. انا بقول عمرو بركات هو ظهر في الصوره ورا صبري رحيل، كانت من اهم العوامل الايجابيه. دي قيمه ان يبقى عندك دكه ويبقى عندك فريق تاني غير الفريق، يعني فريق كامل، احنا شايفين فريق كامل من اول الشناوي لغايه وليد ازارو او عمرو جمال، انت عندك فريق تاني 11 تقريبا بالكامل تقدر تستعين بيهم في فرص زي كده، فرص مفترض انها كانت صعبه جدا على الفريق الاول وشبه مستحيل انك تلعب بالعناصر الاساسيه. فاحنا بخصوص نقطة الجانب التنظيمي أعتقد أن الأخطاء الفادحة اللي ارتكبت في الموسم اللي فات وفي المواسم اللي فات عموما، مش الموسم اللي فات بس، يعني زي ما قلت ضربت مثال، كان ممكن مثلا بشيء من الذكاء أنك تأجل مباريات الأهلي والزمالك في وقت كأس الأمم الأفريقية، لأنهم منهم العدد الكبير من العناصر، وباقي الأندية إن كان في لاعب أو حتى ما فيش معظم الأندية كان ممكن عدد كبير من مباريات الدوري يتلعب أثناء فترة كأس الأمم الأفريقية، وخلاف ذلك عدد يعني أمثلة كثيرة جدا ممكن نضربها. فأنا أعتقد أن ما حدث في الموسم الحالي ما ينفعش يتكرر تاني، خصوصا أن هو مش بس هيضر الأندية اللي بتشارك خارجيا زي الأهلي والزمالك، لكن كمان ممكن لا قدر الله يضر بمنتخب مصر، لأن على بال ما نوصل
عندنا مباراه في نهايه اغسطس، مباراتين لاوغندا. نعم. اعتقد يعني ممكن لا قدر الله يكون اللاعبين استهلكوا بدنيا بشكل كبير جدا وممكن ندفع ثمن ده، فانا اعتقد ان لازم يكون في وقفه جاده طبعا في الموضوع ده. طيب احمد ثابت هجي لك في نقطه مهمه جدا، مشاركه اللعيبه. يعني كابتن حسام البدري قسم الفريق المجموعه الرئيسيه واللي هم النهارده عملوا تمرين قوي جدا، برضو نفكر مشاهدينا حسام عاشور، احمد فتحي، عبد الله سعيد، سعد الدين سمير، ومؤمن زكريا، علي معلول، ميدو جابر، فوزي الحناوي، احمد حمدي، احمد الشيخ، وكان معاهم وليد سليمان ولكن تغيب عن المران. المجموعه ديت خدت راحه في البطوله العربيه، والكابتن حسام البدري ابتدى يعتمد على العناصر الاخرى اللي ما كانتش بتشارك بشكل كبير. دي برضو تعتبر اضافه للنادي الاهلي، خاصه ان انا عندي مباراه كاس مصر وعندي مباراه الترجي، ودي برضو مخزون استراتيجي ببقى محتاجه في بعض الاوقات، وفي نفس الوقت ريحت اللعيبه اللي انا بلعب بيهم اساسي. طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، ان النادي الاهلي دلوقتي حاليا الوحيد في افريقيا اللي عنده فريقين على نفس المستوى، حتى الترجي التونسي في المباريات يعني هم حوالي 14 او 15 لاعب، لكن يكون عندك 22 او 23 لاعب على نفس الكفاءه دي مش موجوده في افريقيا غير في النادي الاهلي. فكابتن حسام البدري كان طبيعي جدا ان هو يريح اللي هي اللعيبه او النجوم الاساسيين اللي لعبت الدوري كله او لعبت الموسم كله، عشان بعد كده نتيجه تلاحم المواسم في لعيبه ما ريحتش خالص، حرصا برده على النادي الاهلي وحرصا على منتخب مصر، لعيبه زي عبد الله السعيد، زي مؤمن، زي وليد، زي مثلا علي معلول، زي سعد سمير، زي احمد فتحي، اللعيبه دي كل زي شريف اكرامي، اللعيبه دي كلها لعبت طول الموسم، فكانت لازم تريح طبيعي عشان احنا طبعا عندنا منافسات كاس مصر، عندنا مباراه الترجي في نص نهائي، في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، عندنا طبعا الموسم الجديد، يعني لازم كان اللعيبه تريح يعني.